السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء محاضرتنا عن إنشاء وفحص بوابة نوت باستخدام برنامج ملتسم 14 EWB، وهي خاصة لطلبة قسم التقنيات الكهربائية المرحلة الثانية معهد التكنولوجيا بغداد. الهدف من التجربة استخدام برنامج ملتسم لتنفيذ ما يلي: أولاً، ربط بوابة نوت. ثانياً، فحص بوابة نوت بالمقارنة بجدول الحقيقة Truth Table. طريقة العمل: باستخدام برنامج ملتسم تنفذ البوابة نوت التالية كما يلي: ثم نقارنها بجدول الحقيقة Truth Table للبوابة نوت المكونة من مدخل واحد ومخرج واحد. ننفذ الدائرة في برنامج ملتسم. من شريط المكونات Component Toolbar نختار الجروب Source، ونختار الفاميلي Power Sources، ثم نختار الكومبوننت VCC الخاص بمصدر الطاقة للدوائر الرقمية. أوكي، نضعه في الموقع المناسب. من نفس الفاميلي Power Sources نختار الكومبوننت D Ground. أوكي، ونضعه في موقع مناسب ثم Close. من الجروب Basic نختار الفاميلي أو العائلة Switch، نختار الكومبوننت DIPSW1. أوكي، نضعه في الموقع المناسب. ثم من نفس الجروب Basic نختار مقاومة ريسيستر مقدارها 100 أوم. أوكي، ونضعها في موقع مناسب. ومن نفس الجروب بيسك نختار عائلة ريتد فيرتشوال، لنختار الليد، ونوع الليد نختاره هو ليد جرين ريتد. أوكي، ونضعه في موقع مناسب ثم كلوز. نقوم بتدوير الليد، نؤشره رايت كليك روتيت 90 كاونتر كلوكوايز. ونضعه في الموقع المناسب. بقي لدينا أن نختار البوابة نوت. البوابة نوت نختارها من الجروب مسك ديجيتال، و ثم نختار TIL ونختار NOT، أما نبحث عنها أو نكتبها في موقع البحث. نكتب كلمة NOT وتظهر أمامنا هذه البوابة. أوكي، نضعها هنا. سنقوم بربط الدائرة كما تلاحظون. بما أن بوابة النوت تتكون من مدخل واحد، فإننا نحتاج إلى سويتش واحد كما تلاحظ.
البوابة نوت تعمل على جعل عندما يكون المفتاح on فإن الليد لا يضيء، وسنلاحظ ذلك بعد أن نقوم بتشغيل الدائرة. من مفتاح run نلاحظ في حال كون المفتاح off فإن الليد مضاء، أي أن الأوتبوت قيمته 1. ولو قمنا بجعل المفتاح on للاحظنا أن الليد قد انطفأ، أي أن الأوتبوت يساوي 0، وبذلك تأكدنا من صحة ربط الدائرة وعلاقتها بجدول الحقيقة. شكرا لإصغائكم طلبتنا الأعزاء.